طيب انا بس عايز اقول حاجه الاول، عايز اقفل موضوع الفار في كلمتين، معلش يا استاذ نمرداش بعد اذنك كلمتين، عايز اقفل موضوع الفار في كلمتين. اتكلمت على موضوع الفار، سمعت كل الاطراف، سمعت اللجنه الثلاثيه، وكان كنت مختلف من البدايه ان انا كان عندي وجهه نظر واحده بس، انا عايز الفار يكمل. اللجنه الثلاثيه اللي موجوده دلوقتي اخذت سكه ان الفار يكمل، طلعوا بتصريحات حتى لو اختلفت معاهم في التصريحات، لان انا يعني مش من هواه الحديث عن السابق، ولكن مفيش مشاكل. المشاكل كان ان المنظومه تكمل، ان الفار يكمل. الامور مشيت كويس مع اللجنه الحاليه، جابوا الكابتن عصام عبد الفتاح، ابتدوا يعملوا جلسات، هيكملوا خلاص الفار. بعد ما سمعت امبارح كلام الدكتور جمال محمد علي امبارح مع زميلي ابراهيم فايق، انا الحقيقه خلاص الموضوع ده بالنسبه لي اتقفل. يعني اللي الدكتور جمال قاله امبارح الموضوع بالنسبه لي خلاص. دكتور جمال قال حتى لو احنا عملنا حاجه فيها اخطاء الناس اللي موجوده تصلحها، حتى لو اللي احنا عملناه برقم هم اجتهدوا نزلوه فلهم كل الشكر، يبقى الكلام كده ماشي مظبوط. هم الناس استلموا حاجه بيحاولوا يعدلوها، بيحاولوا يصلحوها، فيبقى هو مفيش اعتراض ما بين الموضوعين. ده يعني بعد يعني حديث الدكتور جمال خلاص يبقى هو الموضوع كده صح، وهو الراجل له كل التحية وكل الشكر، أكد الموضوع امبارح، يبقى الناس اللي موجودين شغالين صح، وإن شاء الله بإذن الله الفار هيكمل. اللجنة الحالية بقى تنزل الفلوس من 3 ل 1800، تشيل الفلوس خالص، ترخص، تجيب مكان جديد، تجيب أجهزة جديدة، تعمل أو تصلح اللي فات. فده خلاص يعني حاجة الحقيقة يشكروا